تشجيع الشباب على اقتحام سوق العمل في مجالات جديدة هو ما يهدف إليه منتدى شباب الجزائر، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون في عدة مجالات. المنتدى شهد حدثا متميزا، وألا وهو إمضاء اتفاقيتين عزيزتين متميزتين مع كل من وزارة الفلاحة ووزارة الصيد البحري، والتي ستتيح لنا الاستفادة من الكثير من الميزات التي ستتيح لشبابنا التكوين والمرافقة في تعزيز ثقافة المقاومة التي لدى شبابنا في المجال الفلاحي وفي المجال الصيد البحري. العديد من الوزارات مثل وزارة الفلاحة ووزارة الصيد البحري شاركت في هذا الحدث الذي جمع كل الطاقات الشبابية من أجل الاستثمار فيها مستقبلا. نرافقه من ناحية تقنية وأيضا من ناحية الدعم المالي بالنسبة لهذا النشاط، وسيكون هناك أيضا تكوين لهؤلاء الشباب. سنقوم إن شاء الله بخلق الكثير من المؤسسات لتقوم بإنتاج خاصة سمك التلافيا الذي يعرف رواجا وقبولا لدى المواطن الجزائري، وسيكون هناك خلق لمناصب شغل وخاصة بالنسبة للجامعيين وللشباب اللي عنده تكوين في قطاع الصيد البحري وتغذيته. هذه الاتفاقية ستفتح فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، وستسمح بإنجاز مشاريع عديدة مرتبطة بقطاع المياه والصيد البحري. هذه الاتفاقيتين التي تهدف إلى العمل على فتح آفاق جديدة لشباب الجزائري خاصة في هذين الوزارتين المحوريتين، والعمل على توسيع آفاق الشباب الجزائري في إطار الفلاحة وتوزيع الأراضي الفلاحية والمساهمة الكبيرة في الاقتصاد الجزائري. بالتأكيد سيكون هناك فرص استثمار للشباب خاصة في المجال الفلاحي. من المعلوم أن الدولة الجزائرية التوجه تاعها نحو التوجه يعني تنمية هذا القطاع، قطاع الفلاحة الحساس. الطبعة الثانية لمنتدى المستثمرين هدفها خلق هيئة شبابية مثقفة وواعية تعول عليها الحكومة، وإشراك الشباب في القطاعات الوزارية مستقبلا، كون أعضاء المجلس الأعلى للشباب هم من سيكونون مستقبلا أصحاب رأي وشريك في القرار السياسي والاقتصادي.